ونتحول الآن إلى توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. الأحوال الجوية مع شروق، نتابع معك، تفضل. شكرا نهى، شكرا ريهام. مرة أخيرة مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. فيما يلي بيان أو يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 23، الصغرى 17، الإسكندرية 22 16، مطروح 23 13، بورسعيد 24 19، الإسماعيلية 24 14، السويس 25 16، العريش 24 17، طابا 24 15، شرم الشيخ 26 21، الغردقة 27 20، الأقصر 24 16، أسوان 27 17، الوادي الجديد 26 15، شلاتين 28 24، حلايب 25 21. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.